عشان الكويت نسوي خبز تنور ونقعد في البيت. راح اليوم نسوي احلى خبز تنور بالفرن، مو بالتنور ولا بالخبازة، حق الخوات اللي ما عندهم خبازة. يلا مع بعض الطريقة. بسم الله نبدي. ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح. إذا تحبين الخبز يكون شوي مالح، أنا أحبه مالح، حطيت ملعقة كبيرة من الملح. راح أضيف نص كوب من الزيت. هذه نخالة تحصلونها بالمخابز، مو ضروري بس هو وايد خفيف على المعدة، حلو تاخذين منه وتحطين نص كوب. إذا رحتي المخبز مو ضروري، إذا رحتوا المخابز مريتوا مخابز الفروانية قولوا أبي نخالة يعطيكم، ترى وايد زين حق المعدة. راح أضيف عليه نص كوب، ما عندك مو ضروري. راح أضيف واحد كوب من ماي أكثر من الدافي. عندي 6 أكواب من الطحين الأسمر، يعني مع النخالة، عشان كذي قلت لكم مو ضروري بس أنا أحب أزيد النخالة. 6 أكواب طحين مع النخالة، طحين أسمر، وأخلط. حبيت أحط عليه الحبة السوداء، ملعقة كبيرة من الحبة السوداء. هذه هي العجينة، شوفوها، راح أعجنها. فيج حيل عجي مع إيدك، ما فيج حيل مع أي عجانة عندك. هذه هي العجينة، هيا أخليها الحين تتخمر شوي وبعدين راح اراويكم طريقة الفرد. شوفوا ما شاء الله عليها شلون تخمرت. هذه العجينة اخذتها وكورتهم، شوفوا شلون اخذتها وتكورونها كذي وتحطونها وتغطينها بفوطة. اهم شيء ان العجينة دائما لازم تتغطى بالفوطة عشان لا تنشف. اذا الخبزة العجينة نشفت الخبزة راح تنشف معك. حطيت عليهم السمسم، كيف تبي تحطين حبة بركة، تبي تحطين سمسم، كيف شحلات الخبزة وشحلات العجينة وشحلات السمسم. هذه هي الخبزة، ما عندك مخدة مو ضروري عادي، حاولوا يعني تسوونها مثلا كذي، شوفوا شلون حاولي كذي تحطينها بدون مخدة، مو ضروري اللي ما عندها مخدة. دخلت الخبزة على أعلى درجة، شبيت فوق وتحت، ما عندك فوق وتحت بس شبي تحت تحمر بعدين شبي اللي فوق. شوفوا تابعيني شحلاتي قاعد تصير الخبزة. طبعا فطوم تقول ماما صغري لي اياهم، ما يصير اصغرهم هالكثر. تابعيني شحلات الخبزة تينن لذيذ لذاذة. شوفوا الخبزة شلون لذيذ لذاذة، طبعي طباعة. خبزتنا وخلصناها، شوفوا شلون حلوة، خلوها حق تشريب شهر رمضان وعليكم 60,000. طبعا هاي توها طالعة من الفرن، شوفوا شحلاتها. لا تقولون حسين بعد نبي خبز ايراني، هذا هو خبز التنور بالفرن. عشان الكويت نخبز ونقعد في البيت.